بداية أرحب بالسيد المدير العام للأراضي والسقي بالجزائر العاصمة، السيد رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة الحبوب. تعتبر من أهم الشعب في ولاية بسها، والسيد الرئيس أمامك هذه أمام كلهم منتجي الحبوب. و في اليوم هذا أعطينا الفلاحين معلومات تقنية كيف ما هي الأوقات اللي لازم على حسب المراحل النمو تاع النبتة، ما هي الكمية تاع الماء اللي لازم نمدوها، بأي شكل لازم نمدوها بالرشاشات، لأن لاحظنا أن في ولاية تبسة كثير كل المساحة المسقية يستعملوا ساقية، وهذا التقني السقي بالغمر، وهذا السقي بالغمر يبدر بزاف الماء ويكلف يدير يكثر تكاليف الفلاح. وبهذا اليوم اعطينا لهم معلومات تقنيه بان وزاره الفلاحه دعم شبكه الري، والفلاح هذا يقدر يكتسب شبكه الري بالرشاشات او الرولر ليسمح له ينقص التكاليف، وكذلك بنفس الكميه اللي يستعملها في الغمر يقدر يسقي بها زوج قطارات ونص واحد اخرى بنفس الكميه تاع الماء اللي يخرجها، بان الكميه تاع الماء اللي نمدوها السقي وحده ما يكفيش باش نوصلوا الى 70 او 60 او 70 قنطار في الاقطار، لازم تكون هذا الماء هذه لازم نتبعوها بالاسمده. واليوم هضرنا اعطينا لهم معلومات ما هي الاسمده اللي توالم للحبوب، ما هي الكميه والنوعيه، وخاصه في اي مرحله اللي لازم نمدوا هذه الاسمده. في ولايه تبسة عندنا كاين 13500 مساحه مسقيه للحبوب اكتار كري تكميلي والكامل. لو كان نحسبوا على غير على مردود 50 قنطار في الاقطار في 13، عندنا 700,000 قنطار في الولايه غير المساحه المسقيه، هي باتباع المسار التقني اللازم وتعطي الاسمده اللازمه وتعطي الكميه تاع الماء في الوقت المناسب، والمسار التقني خاصه يكون مطبق كما ينبغي. هذه الكميه هذه 700,000 قنطار هي اللي تعطيك في عام جفاف، واش تعطيك كل مساحه، المساحه اللي راهي مطاريه اللي راهي مطاريه. وشفنا باللي يعني تدخلات تاع الفلاحين، وكان يعني شفنا باللي الفلاحين اسئله تاعهم يعني في مستوى، لان شافوا ولاحظت بان الفلاحه هنا في تبسة عطشانين كثيرا في مساله مسار التقني في مسار التقني للحبوب. بالنسبة للبئر قال لك ما عندكش حق، ونطلب منك سيد المدير تزورنا باش تشوف الكلام اللي يقول فيه مسؤول به عند ربي مش عند العبد. باهي عن الكهرباء الريفية، انا والله شو مجوك النهار وانا راني عضو في البلدية تاع تليجان، نطلب منك لازم تتدخل، وما دام الوزير والرئيس راهو يشجع في الفلاحة جيبونا التريسيتي. في الحقيقة زراعة الحبوب زراعة جد استراتيجية، وحنا في الخرجات تاعنا على المستوى الولايات نحصيو كل انشغالات تاع الفلاحين على المستوى كل ولاية الميدان، وهذه الانشغالات رانا في دراسة مستمرة مع السيد الوزير اللي هو ابن القطاع ويعرف مليح واش كاين في القطاع تاعنا، وكل يوم عندنا تقارير نرفعوها له ودراسات نعملوها باش نقصوا من المعاناة في إطار رفع المردود اللي احنا رانا باغيين نوصلوا ليه، وهذه عملية دائما مستمرة حتى 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 سيد الوزير راه في اطلاع تام على مجريات كل لقاء على مستوى الولايات اللي نعملوها. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.